بينه وبين السند ان الصك لازم يكون ليه ضمان. ايه الضمان اللي مصر مقدماه؟ هي وزارة المالية طبعا القانون كان دايما من تاريخ الاعداد بتاعه كان دايما بيضع المصلحة بتاعت الدولة وبيضمن مصلحة الدولة بالكامل في الاعداد بتاعه وبيتوافق مع الدولة، وبالتالي الضمانات اللي كانت موجودة كانت معدة من وزارة المالية وكانت ضمانات يعني كافية لتغطية الإصدار بالكامل. أيوة يا فندم، إيه الضمان اللي مصر، أنا برضو حضرتك من قرايتي يعني إنه الصك لازم فيه ضمان، مثلا إن أنت بتقرر إنه فيه مثلا محطة كهرباء، انه عوائد محطة الكهرباء ديت هي الضمان للناس اللي بتشتري الصكوك. وانا فهمت انه الناس اللي عملت القانون بشكل محترم حطوا فيه بند يمنع الحجز في حالة عدم انك ما دفعتش، يعني محدش له حتى قدرة انه يحجز عليك، فده شيء جيد. انا بسأل حضرتك وانتوا ناس مشاركة في الطرح، ايه الضمان اللي مصر حطاه علشان الراجل اللي واخد الصك ده يبقى عارف ان ده الضمان؟ هي بتبقى يعني اراضي واصول مشابهة. طيب ال 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 زي هل زي السندات بيبقى فيه سعر للصك ولما ينزل السوق هيبقى بيطلع وينزل، ده زيه زي السندات بالظبط؟ بالظبط، وده اللي كنت بقول لحضرتك عليه، اللي هي لما بنبص النهاردة للورق بتاع مصر وبنبص التسعير اللي موجود للصكوك النهاردة، هي التسعير بتاعها النهاردة والتداول بتاعها أحسن من المشابه ليها في لنفس المدة النهاردة، وإحنا بنتكلم النهاردة يوم الجمعة. وهي الورقة زي السند ثمنها $100 صح؟ أيوة مظبوط. فهي النهاردة بكام؟ النهاردة بتتراوح تقريبا عند نفس السعر، يعني في حدود 99 حاجة و80، 99 90 حاجة زي كده. فيبقى الراجل اللي بيستثمر، معلش أنا آسف يا فندم حضرتك تعرف الكلام ده بس أنا بحاول أشرح للناس، يبقى الراجل المستثمر بيبقى عامل حساب إن هو الأوفر أول اللي هيجيله مش 11%، لأنه هو عامل حساب أنه السند ده أو الصك أنا آسف ده ممكن ما يفضلش سعره $100 في المدة كلها. اللي بيشتري النهاردة بيبقى عارف أن العائد بتاعه وفقا لسعر الشراء بتاع الورقة هو اللي هيجيله كذا. لو حصل تغيير في السعر صعودا أو هبوطا بيبقى عارف في حاجة اسمها الييلد أو العائد، هو ده اللي بيبقى عارف وهو بيشتري هو هياخد كذا. يعني بمعنى أن أنا النهاردة لو الورقة طلع سعرها النهاردة بقى أعلى من 100، العائد هيبتدي يقل، يبقى عارف أنه هو هياخد عائد أقل. لو الورقة سعرها نزل عن كده العائد بيزيد عن كده. أيوة، فهو بيبقى حاسب بقى من الأول اللي هم ما يبقوش 11% قوي، يبقوا 10 يبقوا 9، عشان الناس بس اللي بتقول أن 11 كتير. يعني برضه تاني يا فندم، احنا يعني كلمة 11 كتير دايما الناس بتقارن بالأسعار القديمة. ما أنا فاهم، أنا فاهم يا فندم، لكن أنا بتكلم اللي هو من وجهة نظر المستثمر اللي بيشتري، لأن احنا عرفنا إن في 250 مستثمر من يعني سواء كانوا أفراد أو